مرزوعك. أيوة أيوة يا حبيبي. بقول لك ايه، مش عملت لنا الاكل يا بيه؟ الله، ما احنا لسه فاطرين. ماشي، ما انا عايز اقول لك حاجه، هتعمل لنا غدا ايه؟ بقول لك ايه، من ساعه ما قعدت في الحظ وانا رايحه جايه على المطبخ. عايز ايه بس قول لي. مش انا جايب بانيه؟ ايوه جايب بانيه. عايز ايه بقى؟ بصي اعملي لي كفته. كفته؟ كفته بالبانيه؟ ايوه اعملي لي كفته. عينيا، حاضر. تأمرني بحاجه تاني؟ اه، عايزها بقى ايه بطريقه كده جديده؟ كفته بطريقه جديده. قولولي اعمل ايه بس دلوقتي. كل شويه يقول لي هناكل ايه، والكرش ده مش زاد قوي عندك؟ ماشي ماشي، اكليني وابقى افكر اجري على المشايه شويه. ماشي، دايما تقول كده وما بتجريش. يلا اتجري بقى يا بت، يلا يا مرزوعه على المطبخ. حاضر، هروح اعمل له الكفته. شفتوا شفتوا ايه اللي بيجرالي؟ باي باي بقى دلوقتي عشان اعمل له الكفته. باي باي. مساء الخير حبايب قلب ايمي. النهارده بقى هنعمل مكرونه شرايط سبايسي، وهنعمل ان شاء الله كفته فراخ. معانا كيلو بانيه، طبعا الليمونه، معانا معلقتين نشا، وطبعا بقى لزوم المكرونه، طبعا ثوم، فص ثوم، قصدي ثوم كبير، معانا توميه كبيره، ومعانا طبعا بصلايه كبيره معصوره، واهي طبعا الميه بتاعتها، ومعانا بقى طبعا هرسة الشطه اللي احنا عاملينها، ومعانا بقى ايه، بقدونس هناخد منه معلقه او اتنين للكفته هنضربها معاها، وبقيه البقدونس للتزيين. وهنعمل كمان دي بقى دي البقسماط الحلو ده المطحون، 3 معالق كبار لزوم الكفته، وطبعا بقى لزوم المكرونه يا جماعه بصلايه كبيره، ومعانا الزيت، ومعانا كيلو صلصه، وطبعا المكرونه الحلوه دي عاملاها بالميه والملح وشويه زيت عشان ما تعجنش، ومعانا بقى فلفل الوان نص حبايه، ومعانا 3 قرون فلفل مشطشط. ونبتدي بقى نقول كمان بقى التوابل يا جماعه، دي للمكرونه 2 مكعب مرقه، ومعانا معلقه كبيره ملح، ونص معلقه فلفل، ومعانا طبعا بقى يا جماعه لزوم الكفته الحلوه دي البانيه، دي معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره سماء، دي بابريكا معلقه، وديت ان شاء الله نص معلقه قرفه، معانا نص معلقه حبهان مطحون، معلقه كبيره فلفل اسود، وطبعا نص معلقه قرفه. ونبتدي نعصر الليمونه بقى كالمعتاد يا جماعه، ونبتدي نحط البانيه، ورجعنا لكم تاني يا جماعة. وهنخرج بقى ايه نص البانيه ده كده عشان نقدر نطحن البصلة الحلوة دي معاها. ننزلها كده ونضربها بقى. نبتدي نطلعه
تمام. طبعا بقى ايه معانا؟ حتة ليا عشان تحليها، بقيه البصل اللي هنا، وننزل بقى بالتوابل تاني، بابريكا، ملح، فلفل، جنزبيل، قرفة، حبهان، سميق. طبعا بقى يا جماعة هضربه ضربة حلوة. ناقص بقى ايه؟ هنحط معلقتين النشا، وهناخد 3 معالق البقسماط المطحون، ونضربه بقى بايدينا كده ضربة حلوة. كده بقى ايه؟ حلوة جدا، بصوا متماسكة ازاي، مظبوطة بالملي. دي بقى يا جماعة هنحطها في الفريزر 10 أو 20 دقيقة، هنحطها في الفريزر ترتاح، ونبتدي بقى نعمل المكرونة. وان شاء الله كده بقى هنبتدي عمايل المكرونة. نفتح النار، ربع كوباية الزيت بتاعتنا، بصلة كبيرة، ونستناها بقى مع التقليب تستوي. هنحط الفلفل، نقلبه لغاية ما يستوي. هننزل بقى بالثوم، كده بقى هنحط المرقة بتاعتنا، ونقلب ريحة الثوم بقى روعة. ننزل بقى يا جماعة عريسة الثوم بتاعتنا، ما اكل ولع بقى. ننزل معلقة ونص صلصة، نشوح الكلام الجميل ده كده، بعد كده ننزل بالطماطم بتاعتنا. كده بقى هرست الشطه دي يا جماعه، هتخلي ريحه طعم المكرونه وريحتها ما اقولكوش. هننزل بقى كده بالصلصه بتاعتنا، تتسبك بقى، ونحط الملح والفلفل، وعملنا كده احلى مكرونه مشطشطه بهرسه الشطه بتاعتنا اللي احنا عاملينها سوا. خلاص كده قعدناها 10 دقايق في الفريزر، بصوا جمدت اهي شويه وارتاحت،
هنبتدي بقى ايه، نحط ربع كوباية زيت كده، هنحط بقى الكفتة، هنحط بقى ايه الفحمة، هنعلي النار عليها، نقعد نقلبها كده لغاية ما تحمر معانا من جميع الجهات كده. خلاص شوينا الكفتة والفحمة سخنة، هنقفل عليها بقى شوية كده عشان تاخد طعم وريحة الشوي. واخيرا خلصنا وغرفنا المكرونة وحطينا عليها الزيتون وطبق طبعا مخلل، ونفتح بقى على الكفتة الحلوة دي. ايه رأيكم؟ حلوة؟ ايه رأيكم؟ فألف هنا وشفا. واحلى حاجة اللي انا كنت معاكم النهاردة، واحلى احلى 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 كومنتات، واحلى لايك لقناة ايمي، واي استفسار لقناة ايمي في الكومنتات. باي باي.